إطلاق نار ودهس وإصابات خطيرة تعرض لها منتسب في محافظة الديوانية، والسبب هو سائق متهور. هذا ما ظهر في مقطع فيديو متداول يوضح تعرض منتسب أمن في محافظة الديوانية إلى حادثة دهس بعد منعه لسائق تاكسي من الهرب إثر دهسه لطفلة، مما اضطر إلى إصابته بساقه ليتوقف. مصدر أمني أشار إلى أنه أثناء تواجد مفرزة من مركز شرطة الصلاحية قسم شرطة الشامية في مركز ناحية الصلاحية، لاحظت المفرزة وجود سائق عجلة نوع سايبة وهو يقود العجلة بشكل متهور، وحاول دهس طفلة صغيرة، مؤكدا أن السائق اصطدم بإحدى العجلات وحاول الفرار من مكان الحادث، إلا أن المفوض المنتسب قام باعتراض العجلة وحاول إيقافها حتى لا يتسبب السائق بحوادث أخرى، لكن سائق العجلة السايبة لم يستجب للمنتسب وقام بدهسه وحمله على مقدمة العجلة والسير به لمسافة 15 متر تقريبا. اضطر المنتسب إلى إطلاق رصاصتين تحذيرية في الهواء ولم يتوقف السائق، وقام السائق بالرجوع إلى الخلف محاولا إسقاط المنتسب من العجلة لغرض دهسه مرة أخرى، مما دفع المنتسب لإطلاق النار تجاه السائق بشكل مباشر وإصابته بساقه الأيمن حتى توقف. وأشار إلى أن المفرزة ألقت القبض على السائق ونقلته مع المنتسب الذي أصيب بجروح ورضوض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق، لافتا إلى توقيفه وفق المادة 230 وإرجاء تقرير مصيره وفق المادة 35. نتابع هذا المقطع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ورصدناه لكم هنا في ترند العراقية.